لكل لوحة قصة ولكل قصة أمل. بريش صغيرة نرسم آمال كبيرة. كونوا جزء لو بسيط لرسم الفرحة على وجوه أطفال غزة. تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وبتنظيم من وزارة الثقافة ومهرجان جرش، كونوا معنا في معرض الفن التشكيلي لوحة ترسم فرحة يوم الاثنين 4/11 ولغاية 10/11 في جاليري راس العين. مبيعات المعرض مقدمة بالكامل لأطفال غزة.